داخل هذه الأقفاص الحديدية، وبعد تخديرها جرى نقل 3 أسود من إحدى حدائق قطاع غزة إلى محمية المأوى الطبيعية في الأردن لتلقي العلاج النفسي من آثار الحرب الأخيرة. نقلت الأسود 3 برفقة طاقم طبي من منظمة فوربوز النمساوية لحقوق الحيوان عن طريق معبر بيت حانون بعد نقلها من حديقة بيسان شمالي قطاع غزة، حيث أن الحيوانات وخاصة الأسود كانت في حالة صحية صعبة جدا، تحتاج للعلاج وتحتاج للتحصين. طبعا حضرت لنا اللي هي المؤسسة الفور بويز على مدينة بيسان وعلى حديقة بيسان. سمحت السلطات الإسرائيلية للأسود 3 بالمغادرة مع طاقم طبي مكون من 3 أطباء من المنظمة النمساوية، حضر لقطاع غزة خصيصا للإشراف على نقل تلك الأسود ومتابعة علاجتها بمحمية المأوى الطبيعية في الأردن، حيث ستمكث هناك 3 أشهر من أجل التأهيل النفسي. احنا عملنا بعض العمليات في الزيارة السابقة، يعني في حيوانات طلع منها شظايا، حيوانات اتعالجت، اخذ مضادات حيوية. ما تنساش الحيوانات كانت مدة القصف كان ما كانش فيه لا اكل ولا مية لايام كتيرة جدا، ان غير كده طبعا الحيوانات دي حساسة جدا. الحرب الأخيرة تسببت في تدمير الحديقة التي تؤوي عددا من الحيوانات والطيور، ما أدى لمقتل أكثر من 86 حيوانا ومئات الطيور. وفد المنظمة النمساوية قام بفحص الأسود وقدم لها التطعيمات اللازمة، وقرر نقلها بشكل سريع للأردن لمأوى يقع في محمية طبيعية، لأنها بحاجة لتأهيل نفسي لما تعرضت له من صدمات وفق تأكيد الطاقم الطبي. الحديقة كانت تضم 4 أسود قتلت منها لبؤة خلال القصف، وتم إطلاق أسماء صابر وصبرين على الزوجين المتبقيين. أما الأسد الذي فقد أنثاه نتيجة القصف فتم إطلاق اسم واحد عليه.